الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع: باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. أفرد المصنف هذا الباب بفصوله المتعددة للحديث عن الشروط في البيع. وقبل البدء في قراءة وبيان ما ذكره الشيخ في هذا الباب، عندنا في هذا العنوان عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن هناك فرقا بين شروط البيع والشروط في البيع، فإن شروط البيع شروط أثبتها الشارع، وقد تقدم معنا 7 وقيل 8، وهي انتفاء الموانع. وهذه الشروط هي بوضع الشارع، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم ينعقد البيع بالكلية. وأما الشروط في البيع فهذه شروط جعلية يجعلها ويضعها المتعاقدان، وتخلف هذه الشروط في كثير من الأحيان لا يفسد العقد، وإنما يثبت الخيار. وقلت إنه في كثير من الأحيان، لأن هناك صور قد يترتب عليها فساد العقد بوجود الشرط نفسه، وأحيانا يترتب عليها عدم لزوم الشرط، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط. الحقيقة أن الحديث عن الشروط من أهم المسائل في كتاب البيوع، وخاصة في زماننا هذا، فإنه قلما يوجد عقد من العقود إلا وفيه شروط، وخاصة في العقود المكتوبة، سواء كانت بيعا أو عقودا مركبة من أكثر أو تعاقدات مركبة من أكثر من عقد. ولذلك فإن هذا الباب باب مهم في ذاته، لا يكاد شخص يسلم منه في كل يوم بلا استثناء. ومذهب أصحاب الإمام أحمد، بل مذهب أحمد وأهل الحديث في هذا الباب، هو في الحقيقة من أوسع الفقهاء في التوسع في جواز الشروط. وإضافة لكونه أوسع فإنه أحسن، أحسن باعتبار النصوص الشرعية، وأحسن باعتبار مصالح الناس. ولذلك لما تكلم الشيخ تقي الدين عما تميز به فقه الإمام أحمد مقارنة بغيره من فقه بعض الأئمة المتبوعين، ذكر عددا من الأبواب، ومنها باب الشروط في البيع. ولذلك فإن من مفردات الإمام أحمد التجوز، بمعنى الجواز، جواز كثير من الأمور التي يمنعها الجمهور من أهل العلم. والآن أغلب الناس، سواء كان تعاملات مصرفية في البيوع، المرابحات أو في غيرها، مبنية على مذهب الإمام أحمد برواياته المتعددة. أيضا مما يتعلق بهذا الباب أن للشيخ تقي الدين اختيارات في هذا الباب، والحقيقة أن اختيارات الشيخ تقي الدين في ظني أنها لا تخرج عن قاعدة المذهب وقياسه، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى يتوسع في تطبيق القاعدة والمناط، وهو تحقيق المناط. فعلى سبيل المثال، كثير من الصور التي تكلم الفقهاء أنها شروط غير صحيحة لكونها مخالفة لمقتضى العقد، يقول الشيخ تقي الدين إنها جائزة، لأنه ليس كل ما خالف مقتضى العقد فإنه يكون ممنوعا. وسيأتينا إن شاء الله أن من مقتضى العقد حلول الثمن، ويجوز للمتعاقدين أن يشترطوا تأجيل الثمن، فهنا خالف المقتضى. وسيأتينا كذلك صور فيها نزاع على قولين في المذهب، هل هي شرط جائز أم ليس بشرط جائز، بناء على مسألة واحدة، وهي مسألة هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أم لا، مثل جل الشروط التي كانت من النوع الثالث، وهي الشروط التي تكون لمنفعة للبائع. فقد ذكر القطيعي في شرحه للمحرر وجهين في المسألة، وأن من منعه قال لأنها تخالف مقتضى العقد. هذه الأمثلة التي ذكرتها فقط أريدك أن تعلم أن الشيخ إنما ينازع في بعض الصور، وفي كون كل ما خالف مقتضى العقد هل يكون ممنوعا أم لا. وسيأتينا أيضا في مسألة أكثر من شرط، هل هو ممنوع أم ليس بممنوع، سيأتي خلاف الشيخ. وهذه أهم المسائل التي يخالف فيها الشيخ تقي الدين في مسألة الشروط في البيع. والآن أغلب المحاكم في العالم الإسلامي كله، أو العالم كلها، تمشي على مذهب أحمد بالرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين في التوسع في الشروط وفي تعددها. تفضل.
وهي جمع شرط ومعناه هنا. نعم، بدأ المصنف في قولي الشروط، قال وهي جمع شرط، الشروط جمع شرط، وعادة المصنف أنه لا يذكر مثل هذا التعريف، لكن هنا قدم هذا لأجل أن يبين معنى الشرط. وقال ومعناه هنا، أي ومعناه هنا في كتاب البيع من الفقه، لأنني قلت في كتاب البيع لأن الشرط قد يكون في البيع، وقد يكون في النكاح، وقد يكون في الإجارة، وقد يكون في الشركة. والتعريف الذي أورده المصنف بالصياغة التي أورده إنما هي خاصة بالبيع دون ما عداه، ولذلك عبر إلزام أحد المتبايعين. وعندما قلنا في كتاب البيع في كتب الفقه، لأن الشرط أحيانا قد يكون له معنى آخر، وهو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو الشرط الشرعي، وهو قريب من الشرط العقلي كذلك. نعم، شرع في بيان المعنى فقال: قال إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. نعم، قول المصنف هنا إلزام يدل على أن الشرط يفيد الإلزام، وقوله أحد المتبايعين هذا يفيدنا أن الشرط جعلي، لأن الذي يضعه ويكتبه ويتلفظ به ويلزم الطرف الآخر هو العاقد الآخر. وتعبير المصنف بقوله أحد المتبايعين، المتبايعين يدل على أن هذا هو تعريف الشروط في البيع دون سائر العقود. وأما صاحب المنتهى فإنه عبر بقوله إلزام أحد المتعاقدين، فيدخل فيه جميع الشروط في جميع العقود، فيدخل فيه الشروط في الشركة وفي الإجارة وفي النكاح وفي غيرها من العقود. وقوله الآخر يدلنا هذا على أن الشرط قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، فليس لازم أن يكون من أحد الطرفين دون الطرف الآخر. وقول المصنف بسبب العقد، أي أن هذا الشرط ليس بإلزام الشارع وهي شروط البيع، وإنما هي إلزام من أحد المتعاقدين بسبب العقد لا بسبب آخر خارج عنه، فليس بسبب نذر على سبيل المثال، وليس بسبب عقد منفصل، ولا بغير ذلك من الأمور. ثم قوله ما له فيه منفعة، ما له أي الشيء الذي له، أي للشارط الملزم بالعقد فيه منفعة. تعبيره بفيه منفعة، قالوا إنه ليس على دقته، أن المراد بالمنفعة هي المنفعة المتقومة، فقد مر معنا أن المباعات، أن الأموال إما أن تكون أعيانا وإما أن تكون منافع، فالمنافع حينئذ تكون متقومة، وهذا الذي يشترط قد يكون غير متقوم، قد يكون غير متقوم، فلا تكون فيه المنفعة بالمعنى الخاص الذي يقابل الأعيان. كما أن هذا الشرط كما سيأتينا قد يكون لغير العاقد، فقد تكون المنفعة لطرف ثالث. ولذلك فإن هذه العبارة فسرت بما ذكروه، أن يكون فيه بأن يكون له فيه غرض صحيح. إذن فيكون العبرة بالمنفعة هنا، فيكون تفسير المنفعة هنا هو الغرض الصحيح، وليست المنفعة المتقومة بالمال، مثل منفعة العين كالسكنة ومنفعة الدابة كالركوب، وإنما قصدهم بالمنفعة هنا هو الغرض الصحيح، قد يكون له الانتفاع به، وقد يكون الانتفاع به لغيره، وقد يكون له أي معنى آخر. قال ويعتبر لترتب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار. نعم، هذه المسألة من المسائل الدقيقة بعض الشيء. قوله ويعتبر لترتب الحكم عليه، أي ويعتبر لترتب الحكم على الشرط الذي عقد في البيع. ما هو الحكم الذي ترتب عليه؟ وهو الإلزام به وجواز فسخ العقد لمن كان الشرط لمصلحته، فيجوز أن يفسخ العقد من شاء من العاقدين إذا كان الشرط لمصلحته أو هو الذي اشترطه، هذا هو الحكم الذي يترتب. قوله مقارنته للعقد، التعبير بمقارنة العقد تحتمل احتمالين، إما أن يكون المقارنة هنا مقارنة حقيقية، وإما أن تكون المقارنة مقارنة حقيقية وحكمية. نبدأ أولا بالمقارنة الحقيقية، ما المراد بها؟ المقارنة الحقيقية هو أن يكون الشرط مقارنا للفظ التعاقد وهو الإجاب والقبول، فيكونان متقارنين، فيكونان متقارنين في سياق واحد، وعلى ذلك فلا يفصل بينهما فصل طويل عرفا، ولا يفصل بينهما كلام ليس من جنس العقد،
ولا غير ذلك من الأمور. هذا يسمى الاقتران الحقيقي. الثاني وهو الاقتران الحكمي، والمراد بالاقتران الحكمي هو الحقيقي والحكمي معا، أن الاقتران الحكمي يراد به هو ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه، إذن فما قارب الشيء يأخذ حكمه. وأيهما المراد؟ ظاهر كلام ابن مفلح أن المراد بعبارتهم يعتبر لترتب الحكم عليه مقارنته للعقد هي المقارنة الحقيقية فقط، لأنه بعدما ذكر هذه الجملة قال ويتوجه كنكاح، فجعل القول بأنه كالنكاح توجه منه بخلاف عبارتهم. والقول الثاني والاحتمال الثاني أن المراد بالمقاربة هي المقاربة الحقيقية والحكمية هو الذي استظهره محمد الخلوتي، فإنه ذكر هذين الاحتمالين وذكر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب. وبناء على ذلك إذا عرفت ذلك وأن الأقرب والأظهر أن مرادهم بالمقارنة المقارنة الحقيقية والحكمية معا، فحينئذ تكون المقارنة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون المقارنة لفظية حقيقية، فهذا واضح أنه معتبر لا إشكال فيه. والصورة الثانية أن يكون المقارنة حكمية بأن يتقدم الشرط على العقد تقدما يسيرا، فهذا التقدم اليسير ذكر جماعة ومنهم ابن مفلح أن التعبير بأنه مقارن يدخل فيه لأنها مقارنة حكمية. وتقدم معنا قول ابن مفلح أنه يتوجه أن يكون كالنكاح، لأنه سيأتينا في النكاح أنهم نصوا على أن الشرط إذا ذكر قبل العقد بزمن يسير فإنه يكون كالمقارن، فحينئذ نقول يكون حكمهما واحد، وهذا وإن لم يكن ظاهر العبارة إلا بناء على التفسير اللي قلنا قبل قليل عن الخلوتي بأنها مقارنة حقيقية وحكمية معا. وهذا القول وهو أن الشرط إذا سبق لفظ التعاقد بيسير بساعة ساعتين ثلاثة والقلة والكثرة راجعة للعرف، ذكر الشيخ عبدالله بابطين أنه هو الذي عليه عمل أكثر الناس، فأكثر الناس على هذا العمل وهو المقارنة الحقيقية والحكمية بأن يسبقه قليلا. إذن عرفنا صورتين، المقارنة الحقيقية والتي تسبق بيسير من غير ما يدل على الاعتراض عليها ومنعها، وهي مقارنة حكمية لا حقيقية. الصورة الثالثة وهي مقارنة حكمية كذلك، أن يكون الشرط في أثناء الخيارين أو مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. فلو أن اثنين تعاقدا ولم يتفرقا من مجلس التعاقد، وقبل انقضاء المجلس وتفرق أبدانهما اتفقا على اشتراط شرط زائد، فإنه حينئذ نقول يكون كالعقد المقارن، يكون كالشرط المقارن للعقد، يكون كالشرط المقارن للعقد. وكذا إذا كان في زمن خيار الشرط بأن يكون اشترط الخيار لهما أو لأحدهما يوما وليلة، وأثناء اليوم والليلة أضاف شرطا، فإن هذا الشرط يأخذ حكم المقارن. وممن نص من المتأخرين على أن الشرط في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، يكون كالمقارن جماعة من المتأخرين، منهم منصور في شرحه، ومنهم أيضا مرعي وذكره في الغاية، ووافقهم كثير من المحشين بعدهم على هذا الرأي أنهم يعني يكون في زمن الخيارين كالمقارن. إذن عرفنا أن المقارنة حقيقية وحكمية، والحكمية لها صورتان، ما تقدم بيسير وما كان في زمن الخيارين، وأن عامة أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين أن الحكمية كالمقارن حقيقة. وهذا الذي عليه عامة المتأخرين كما نقلت لكم عن الشيخ عبد الله أباطين وغيره. وقول المصنف هنا قاله في الانتصار، الانتصار هو لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى تلميذ القاضي أبي يعلى، وقد طبع بعضه، والذي طبع من أبواب العبادات إلى الزكاة، وهو من أهم كتب مذهب الإمام أحمد في الاستدلال والتقعيد، لأن أهم الكتب كتابان الحقيقة في الاستدلال، وهو التعليق للقاضي أبي يعلى ثم الانتصار لأبي الخطاب. وأنتم تعلمون الكلمة نقلها ابن الجوزي عن أشياخه عن القاضي أبي يعلى أنه ذكر كلاما معناه
أنه لا يمكن لمذهب أن يكون له قوته واعتباره عند غيره إلا أن يكون قد ألفت فيه تعليقة للاستدلال له وذكر الأصول الكلية والمناطات وهو قياس الأصول أو شهادة الأصول والحجاج عليه بالرد على استدلال ودليل المخالف. والعمدة في مذهب أحمد قلت لك هذين الكتابين، نعم لابن عقيل أبي الوفا بن عقيل كتاب قريب منه في التعليق، لكن هذان الكتابان هما الدرجة الأولى ثم يتبعها الكتب الباقية. نعم تفضل. قال: وهي ضربان، الأول صحيح لازم وهو ثلاثة أنواع. نعم، قال المصنف: وهي ضربان، أي على سبيل الحصر أن جميع الشروط نوعان، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. والصحيحة ثلاثة أنواع، وكل الأنواع الثلاثة صحيحة لازمة، بينما الفاسدة نوعان، فاسدة وحدها وفاسدة مفسدة للعقد. نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بالصحيحة، ولعل الدرس القادم نبدأ بها نتكلم عن الفاسدة، لأن مناطات الفاسدة وقواعدها تختلف عن قواعد الصحيحة. إذن قوله وهي، الضمير المظهر هنا يعود للشروط في البيع، فالشروط في البيع ضربان، وأما الشروط في النكاح فقد تكون لها قسمة أخرى سيأتي في محلها. الأول قال صحيح لازم، فيترتب عليه وصفان: أنه صحيح في نفسه، لازم هذا الحكم مترتب عليه فيكون لازما للعاقدين فيلزم الوفاء به، فإن أخل أحد العاقدين به فسيأتي أن للطرف الآخر خيار الفسخ أو أخذ الأرش فيما أمكن أخذ الأرش فيه. ثم قال المصنف: وهو ثلاثة أنواع، أي أن الصحيح اللازم ثلاثة أنواع. فائدة ذكر الأنواع الثلاثة أمران: الأمر الأول أن في بعضها خلاف وبعضها متفق عليه، فالشرط الأول متفق عليه بين المسلمين، والشرط الثاني في الجملة، وأقول في الجملة إلا صورا معينة، ذكر صاحب الإنصاف أنه لا خلاف فيه في المذهب، والخلاف إنما هو خارج المذهب. والصورة والنوع الثالث من الشروط الصحيحة اللازمة هو من مفردات المذهب، صححها أحمد وأصحابه، وجماهير أهل العلم يرون عدم تصحيح النوع الثالث من الشروط اللازمة. نعم. قال: أحدها شرط مقتضى عقد البيع كالتقابض وحلول الثمن وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه ونحوه. أحسنت. قال المصنف: أحدها، أي أحد الشروط الثلاثة، قال شرط مقتضى عقد البيع، هكذا عبر المصنف بقوله شرط مقتضى عقد البيع. سأذكر معنى مقتضى عقد البيع ثم سأتكلم عن تركيبة هذه الجملة وكيف تستقيم. يقولون إن مقتضى عقد البيع المراد به هو ما يترتب على البيع بمقتضى حكم الشارع، فكل أمر رتبه الشارع على عقد البيع فإنه يسمى مقتضى البيع، هذا هو المراد بمقتضى البيع. وقول المصنف شرط مقتضى عقد البيع عبر بعضهم بعبارة أخرى، فعبر بعضهم بقوله شرط ما يوافق مقتضى البيع أو عقد البيع، لأن مقتضى عقد البيع ثابت بالشرع، والشارط إنما يشرط شرطا يوافق المقتضى لا أنه يشترط ذات المقتضى، فشرطه يوافق المقتضى. وهذا أنسب، لأن المصنف ذكر في آخره قال: فلا يؤثر ذكره فيه، فذكره وعدم ذكره سواء، فاشتراطه يكون موافقا لمقتضى عقد البيع، هذا تعبير بعضهم. وتعبير صاحب المستوعب يقول شرط أو شرط من مقتضى البيع وموجبه، فكأنه يقول أن تقتضي بعض مقتضيات البيع لا جميعها، لأن مقتضيات البيع متعددة جدا كما سيأتي الإشارة إليه. على العموم الفكرة في اختصار هي أن الشخص يشترط شرطا، الشارع رتب ذلك الأمر الذي اشترطه أثرا لعقد البيع. على سبيل المثال، من باع شيئا، من باع دابة أو مركوبا، فمن مقتضى عقد البيع أنه يجوز للمشتري أن يركب ذلك المركوب وأن يستعمله وأن يسافر به، فعندما يشترط شخص هذا المقتضى فهو تحصيل حاصل، لأنه مقتضى ما رتبه الشارع على ذلك العقد. قال المصنف كالتقابض، معنى قوله كالتقابض بأن الأصل أن الشارع قال إن من باع شيئا فإن البائع
يقبض المثمن والمشتري يقبض الثمن، فكل واحد يقبض الآخر. قال وحلول الثمن، لأن الأصل وهذا الأصل أن الثمن حال، أن الثمن حال، فلو سكت عن الحلول أو التأجيل فنقول إن الثمن حال، فلا سواء قلت إن الثمن حال أو اشترطته فالحكم فيهما سواء، فالثمن في الحالتين يكون حالا. ومن مقتضيات العقد كذلك ما ذكرته قبل قليل وعبر عنه المصنف بقوله وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه، فيتصرف البائع في الثمن الذي وصله فيشتري به ما شاء أو يحفظه عنده ويخزنه، وأما المشتري فإنه يشتري يأخذ يتصرف في المثمن ويفعل به ما شاء، إما سكنا للبيت أو ركوبا للدابة والسيارة أو ذبحا للدابة وأكلا للحمها ونحو ذلك. قول المصنف ونحوه، أي ونحو ذلك من سائر الأمور التي مقتضيات البيع وهي كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال مقتضيات البيع أن من باع ثمرة بعد بدو الصلاح فسيأتينا أو مر معنا لا نعم سيأتينا أنها تكون مبقاة إلى الجذذ، لا يؤمر بالحصاد مباشرة من حين بدو الصلاح بل تبقى إلى حين الجذذ سواء ذكره أو لم يذكره، هذا من مقتضيات العقد. من أمثلته كذلك أيضا أن الشارع أثبت لمن اشترى شيئا ووجد فيه عيبا يثبت له خيار العيب، فلو أن المشتري قال وأشترط عليك أنه إذا وجد عيب أن لي الخيار، نقول اشترط أو لم تشترط سواء، لأن هذا من مقتضيات العقد. نعم قد تكون الثمرة إنما هو إظهار هذا الحكم فقط لكن ليس لها ثمرة في ذات العقد. إذن هذا ما يتعلق بشرط مقتضى العقد. أما حكمه فذكر الشيخ تفضل. فلا يؤثر ذكره فيه. نعم يقول المصنف إنه لا يؤثر ذكره فيه، يعني أنه صحيح لازم باعتبار نص الشارع، وسواء ذكره العاقد أو لم يذكره فلا أثر لذلك مطلقا، فيكون وجوده في العقد واشتراطه في العقد كعدم اشتراطه، فلا أثر حينئذ لذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. عندي هنا مسألة صدر فيها حكم سأتكلم عنها قبل قليل أو بعد قليل، وهي مسألة أننا نقول إن ما كان من مقتضيات العقد سواء شرط أو لم يشرط فالنتيجة سواء، أليس كذلك؟ بدليل قوله فلا يؤثر ذكره فيه. وقد ذكر الشيخ أن الشرط الذي هو من مقتضى عقد البيع أنه صحيح ماذا لازم، أنه صحيح لازم وسماه شرطا، فحينئذ لو أن أحد المتعاقدين أخل بهذا الشرط سواء ذكر أو لم يذكر فما الحكم المترتب عليه؟ وجدت أن منصور في حاشيته على المنتهى عند تعليقه على الشرط الذي بعد هذا ذكر أن من خالف الشرط الذي يكون على خلاف مقتضى الشرط الذي يكون موافقا لمقتضى عقد البيع أنه إذا تبين خلافه فإن للطرف الآخر الفسخ، هذا ذكرها الشيخ منصور في حاشية المنتهى. وبناء على ذلك فكان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي كان قد حكم بحكم في ذلك الوقت، وهو أن شخصا ابتاع من آخر أرضا ولم يسدد المبلغ بل ماطل ولم يكن معسرا وإنما كان مماطلا فحسب، طبعا هذا الكلام قبل التنفيذ الآن وما يتعلق بالإجراءات المتعلقة به أو قبل محاكم التنفيذ والإجراءات المتعلقة بها، فحكم الشيخ بأنه يجوز للبائع الذي مطل في الثمن أن له الخيار وأنه يجوز له الفسخ، وفسخ عقد البيع بعد ذلك. وكان الشيخ لما تكلم عن هذه المسألة استدل بهذا الموضع الذي ذكرت لكم، وهو فهم له حظ من النظر، وهذا فيه مصلحة لكثير من البائعين الذي يشتري منهم شخص ويمطل الثمن مع قدرته ولم يكن معسرا، لأن المعسر العذر طارئ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم إيذائه وعدم مطالبته، فيكون حكم معسر في الأحكام التي ستأتينا إن شاء الله. وهذه مسألة دقيقة وحكم لطيف من أحد المشايخ عليه رحمة الله. نعم تفضل شيخ. الثاني شرط من مصلحة العقد. نعم قول المصنف الثاني أي من شروط الصحيحة اللازمة شرط من مصلحة العقد، يعني أن هذا الشرط ليس من مقتضى العقد، أن هذا الشرط ليس من مقتضى عقد البيع،
هو ليس من المقتضى كما صرح به صاحب المستوعب، ولكنه من مصلحة العقد. وتعبيرهم كذلك بكونه من مصلحة العقد الحقيقة أنه فيه إشكال، لأن الكلمة قد لا تكون دالة دلالة واضحة على صفة ذلك الشرط. ولذلك فإن بعضهم عبر تعبيرا قد يكون أوضح، فبدلا من أن يعبر كما عبر المصنف بقوله شرط من مصلحة العقد، قال شرط من مصلحة المشترط له، فحينئذ يكون في الجملة حذف، فبدلا من قوله من مصلحة العقد أي من مصلحة المشترط لذلك الشرط في العقد، فالمصلحة ليست لذات العقد وإنما للمشترط له. والشرط الذي هو من مصلحة العقد له صورتان سيذكرهما المصنف، إما اشتراط صفة في الثمن أو اشتراط صفة في المبيع الذي هو المثمن، فتارة يكون الشرط في الثمن وتارة يكون في المثمن. ولذلك لما عبر المصنف بقوله كاشتراط صفة في الثمن، هذه هي الصورة الأولى، والصورة الثانية تتعلق بالمثمن. تفضل. كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه أو رهن معين ولو المبيع أو ضمين معين به، وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة. نعم. قول المصنف كاشتراط صفة في الثمن، هذه الصورة الأولى كما ذكرت لكم، وهو أن يشترط البائع صفة في الثمن، فغالبا ما تكون من البائع وقد تكون من المشتري. مثال ذلك قال كتأجيله. لماذا قال التأجيل؟ لأن اشتراط الحلول من مقتضى العقد، فذكر أو لم يذكر هو الأصل، فلما اشترط التأجيل فهو على خلاف مقتضى العقد لكنه من مصلحة أحد المتعاقدين. وإذا قلت لكم إن كلمة أن الشيخ تقي الدين يقول إن التعبير بأن كل ما خالف مقتضى العقد يكون فاسدا فيه نظر لوجود عدد من الشروط التي قد تخالف مقتضى العقد وتصح، وذكر منها هذا المثال أو ذكر من بعض الشراح هذا المثال. قال كتأجيله، إذ الأصل في الثمن أن يكون حالا، فلو اشترط المتعاقدان أو أحد المتعاقدين برضا الآخر التأجيل فإن هذا الشرط يكون لازما. قال أو بعضه أي بعض الثمن، لكن بشرط أن يكون التأجيل معلوما لمقدار البعض ولمقدار الأجل، فيقول مثلا أعطيك نصف الثمن حالا ونصفه مؤجل، ويكون التأجيل على أنجم أو على نجم في تاريخ كذا أو نحو ذلك. قال أو رهن معين ولو المبيع، قوله أو رهن معين بأن يشترط عليه لما باعه سلعة وكان هناك ثمن مؤجل وليس بحال، فقال أشترط عليك أن ترهن لي بيتك أو سيارتك، فهذا شرط رهن معين، فاختار شيئا معينا فقال رهنه لي. قول المصنف ولو المبيع أي ولو كان الذي اشترط أن يكون رهنا في العقد هو نفس المبيع الذي بيع، بمعنى لو أن شخصا باع عينا واشترط رهن ذات العين المباعة في مقابل ثمنها فإنه يصح، فيقول بعتك هذه العين على أن ترهنها بالثمن الذي بعتها به أو بما بقي من الثمن الذي بعتها به، فحينئذ نقول يصح البيع ويصح الرهن الذي اشترطه البائع. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن الصحيح من المذهب الذي نص عليه أحمد وأكثر الأصحاب هو ما ذكره المصنف، أن من شرط رهن المبيع على ثمنه فإنه يصح. وذكر وجها آخر ذهب إليه أبو عبد الله بن حامد وتلميذه القاضي أبو يعلى أنه لا يصح. فتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لهذا الخلاف لابن حامد والقاضي أبي يعلى. قال أو ضمين معين به، الضمين المراد به الذي يقوم بضمان المال، إذ الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فحينئذ لو اشترط ضمينا معينا قال بعتك هذه السلعة بألف مؤجلة على أو بشرط أن يكون فلان هو الضامن لك، أي الضامن في سداد هذا الدين، فإن لم تقم بسداده تتجه المطالبة إليه. ومن صورها المشهورة عندنا تقديم خطاب الضمان البنكي، فبعض الناس يقول أشترط ضمانا بنكيا من بنك معتمد أو من بنك سعودي مثلا، لأن هناك بعض البنوك قد تكون غير موثوقة في بعض البلدان، فيشترط بنكا معينا
له تصنيف معين، فاشتراط الضمان من بنك معين أو صفة هذا داخل في جواز اشتراط ضمين معين. بقي بقوله به، هو كلمة به فقط فائدة لغوية، يعني يقول هي على خلاف الأفصح، فإن الأفصح أن يقول بهما لأن الضمير يعود للثمن أو بعضه، لأنه قال كتأجيله أي تأجيل الثمن أو بعضه، فيكون الرهن المعين إما بالثمن أو بعضه، والضمين المعين إما بالثمن أو بعضه، هكذا ذكر بعضهم. ولذلك فإن بعض الشراح قدره للجنس فقال أن الضمير هنا يعود إلى جنس الثمن، أي مطلقه سواء كان كاملا أو بعضه. وعلى العموم هذه مسألة لغوية ثمرتها قد لا تكون يعني فقهية، وإنما هي يعني لغوية. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة فقال وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة. تعبيره بقوله ليس له طلبهما أي طلب الرهن وطلب الضمين أو الضامن، وهما بمعنى سواء، وأيضا يمكن أن يدخل في معناه وإن كان أشمل الكفيل، لأن الكفيل يكون بإحضار الشخص ببدنه، فإن لم يحضره ببدنه فإنه يغرم ما عليه من مال، فيكون فيها معنى الضمان كذلك. قال وليس له طلبهما أي الرهن والضامن أو الضمين بعد العقد لمصلحة. الشراح يقول إن هذه معناها أن هذا الشرط يجب أن يكون مقارنا للعقد لا بعده، فلما قوله بعد العقد إذا انقضى العقد وانتهى فليس له أن يقبل أن يأتي به. والحقيقة أن هذه الجملة فيها إشكال متعدد، وقد أوردها صاحب الفروع في سياق يحتمل غير المعنى الذي سيقت له هنا، ولكن الشراح على ما ذكرت لكم. قبل أن ننتقل للصورة الثانية وهي اشتراط صفة في المبيع، أريد أن أذكر مفهوم جملة، فإن المصنف هنا قال رهن معين وضمين معين. إن اختل كون الرهن معينا أو الضمين معينا بأن قال بعتك على أن ترهنني شيئا وسكت، أو قال على أن تأتيني بضمين وسكت ولم يعينه، فما الحكم فيه؟ ذكر في الإنصاف أنه إن لم يعينهما فإنه لا يصح، وعلى ذلك فالشرط وحده لا يصح والعقد يكون صحيحا. الشرط لا يصح والعقد يكون صحيحا. وهنا نكتة لطيفة ذكرها منصور في غير محلها وهي غريبة شوي، سنعيدها إن شاء الله في محلها. ذكر منصور أنه لو جمع بينهما فقال أشترط عليك رهنا وأشترط عليك ضمينا ولم يعينهما، فالشرطان على سبيل الانفراد فاسدان، لكن هل يفسدان العقد أم لا؟ قال ظاهر كلامهم أنه يفسد العقد. إذن اشتراط غير المعين على سبيل الانفراد إذا كان واحدا لا يفسد، وإذا كان اثنين يفسد. لما قالوا ذلك؟ قال لأنه اشترط شرطين، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس أن من اشترط شرطين ولو صحيحين فإن العقد يفسد به، لحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وشرطان. واستأتي هذه المسألة من أين أخذها منصور في حاشيته على الإقناع من كلام المصنف، وسنذكر خلاف في تلك المسألة. قال رحمه الله أو اشتراط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو ذا صنعة بعينها أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض أو الدابة هملاجة أو لبونا أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا فيصح لازما. أحسنت. هذا الشرط النوع الثاني من الشروط التي هي من مصلحة العقد، وهو أن يكون الشرط في صفة المبيع، والمبيع هو غالبا هو المثمن. مثل ذلك بأمثلة، قال ككون العبد كاتبا أي كاشتراط كون العبد كاتبا، العبد المشترى أن يكون كاتبا بمعنى أنه يعرف الكتابة. قال أو خصيا لأنه إذا كان بهذه الصفة فهي فيها مصلحة بأن يدخل على النساء فيكون مأمونا، وقال أو وكذلك أيضا الحيوان قد يكون فيه إذا كان خصيا أجود للحمه، يكون أطيب للحمه، فلو اشترط أن يكون الخروف أن يكون الكبش خصيا فهي تعتبر
أيضا فيها مصلحة. قال أو ذا صنعة بعينها أو مسلما، فكل هذه شروط لها فيها غرض صحيح. قال أو اشترط أن الأمة بكرة أو أنها تحيض، لأن عدم الحيض عيب. قال أو أن الدابة هملاجة. الدابة الهملاجة مر معنا في كتاب الصلاة لما قالوا ولا يدعو في صلاته بما يكون من ملاذ الدنيا كأن يقول اللهم ارزقني دابة هملاجة. والهملاجة قالوا هي التي الدابة التي تكون سريعة المشي وسهلة في مشيها، ليست تهتز اهتزازا تتعب راكبها. قال أو لبونا، أي كون الدابة لبونا. اللبون هنا ليست كاللبون في كتاب الزكاة باعتبار السن، وإنما المراد باللبون هنا أن تكون ذات لبن، فهنا من باب الصفة المشتقة من اللبن. قال أو غزيرة اللبن، أي أن لبنها كثير، وهذا الغزارة وعدمها مردها إلى العرف. قال أو الفهد صيودا، أي يعرف الصيد. قال أو الطير مصوتا، يعني أن له صوت، وتصويت الطير ومنه الديك مثلا هذا معتبر فيه مصلحة. وعندنا تصويته اشتراطه لها ثلاثة أحوال ذكرها في الكتب، إما أن يشترط مطلق الصوت بأن يكون الطير مصوتا فهذا شرط صحيح يكون لازما، أو أن يشترط أن يكون تصويته في وقت معلوم كأن يكون في الليل أو في النهار، وهذا أيضا شرط صحيح ويكون لازما. والشرط الثالث وسيريده المصنف لكن ذكرته هنا من باب جمع المتفرق، أنه إذا اشترط أن يوقظه لصلاة الفجر، فبعض الديكة تؤذن مثلا، نحن نسمي في العامية تؤذن أو يصيح عند أذان الفجر، نقول هذا الشرط ليس بإمكان الشخص معرفته وإنما هي تكون متوافقة، فنقول إن هذا الشرط غير صحيح وسيذكره المصنف، فقط أردته من باب جمع المتفرق في محل واحد. قال أو يبيض بأن يكون الطير يبيض كالداجن التي هي الدجاج. قال أو يجيء من مسافة معلومة كالحمام وغيره الذي يرسل بالرسائل، أو الصقر إذا نودي فإنه يحضر وهكذا. قال أو الأرض خراجها كذا، أي أنها في السنة تغل كذا، بمعنى الخراج الذي يخرج منها أو أجارها ونحو ذلك. قال فيصح لازما، يصح الشرط لازما، هذا حكم الشرط فيكون لازما للمتعاقدين. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصور الأولى التي تقدمت والأمثلة التي أوردها المصنف أنه لا خلاف فيها في المذهب، وأورد خلافا في الصور المتأخرة كأن يكون الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة، وأن فيها وجهين. وذلك قلت لكم في أول الكلام أن هذا النوع من الشروط وهو الشرط الذي من مصلحة العقد كثير من صوره لا نزاع فيه في المذهب، وإنما النزاع خارج المذهب. نعم، بدأ يتكلم عن أثر ومعنى كونه لازما، فسيفصل كلمة لازما ما معنى اللزوم وما يترتب عليه. تفضل. فإن وفى به وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة. أحسنت. قوله فإن وفى به، أي فإن وفى الآخر الذي ألزمه أحد المتعاقدين بذلك الشرط في جميع الصور السابقة والأمثلة المتقدمة، فإنه يكون قد أدى اللازم عليه فصح العقد ولزم، لا شك في ذلك. قال وإلا، أي وإن لم يفي المشروط عليه بالشرط. فله، أي فلمن اشترط الشرط، وبعضهم يعبر بصاحب الشرط وبعضهم يعبر لمن له المصلحة في الشرط، بشرط أن يكون من المتعاقدين لا أن يكون لغيره، سواء كان الشرط في الثمن أو الشرط في المثمن. قال فله الفسخ أو أرش فقد الصفة. هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة بهذا النوع. عندما يشترط شرطا من مصلحة العقد فإنه إذا تخلف الشرط يصبح مخير بين أمرين، إما بالفسخ أو الأرش، بخلاف الشرط الأول الذي هو من مقتضى العقد، فإنه إذا تخلف بطل العقد تلقائيا، فيجب أن نفرق بين الصورتين. قوله فله، هذا يدلنا على الجواز، أي يجوز له الفسخ ويجوز له أخذ الأرش ويجوز له إسقاط الأمرين فيمضي البيع بلا شرط، هو مخير بالثلاث إذا أظهر الرضا. قوله فله الفسخ، أي فسخ العقد، وهو إرجاع الأمر على ما كان عليه أولا ابتداء ما الذي يكون عليه. قال أو أرش فقد الصفة. عندنا في كلمة أو أرش فقد الصفة عدد من المسائل المهمة. المسألة الأولى، كيف يعرف أرش فقد الصفة؟ قالوا طريقة معرفة كيف يستخرج أرش فقد الصفة، نقول يقدر المبيع مع وجود الصفة ثم يقدر مع فقد تلك الصفة،
فيقدر الطير مصوتا والطير غير مصوت، وتقدر الدابة هملاجة أو غير هملاجة، ثم ننظر ما الفرق بينهما وينسب، فيقولون مثلا أن النسبة هي 20% الفرق بين كونه موجود الصفة وعدم وجود الصفة. فإذا أخذنا هذه النسبة نسبناها للثمن الذي تعاقدوا عليه، لأن الناس قد يتعاقدون بسعر المثل أو بأقل أو بأكثر. فهذه هي الطريقة المتعلقة بكشف أرش فقد الصفة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تعبيرهم هنا بقوله أرش فقد الصفة، تعبيرهم هنا يعني قد يكون استغربه بعض المحشين والشراح، ومرادهم أن هذا خيار مثل خيار العيب، فإن من اشترى سلعة وفيها صفة مقصودة فوجد أن هذه الصفة المقصودة ليست موجودة فإن له خيار العيب، وحينئذ فالخيار هنا هو خيار العيب نفسه، ولم يفردوه بخيار مستقل، الحنابل لم يفردوه ويقولون خيار خلف الشرط. نعم الشافعية أدخلوه خيار الخلف فجعلوه خيارا مستقلا، الحنابل يرون أن عدم تحقيق الشرط والوفاء به يثبت به خيار العيب، ولم يجعلوه خيارا مستقلا، ولو جعل لا هي مجرد قسمة، يعني إن صح التعبير يعني قسمة متعارف عليها ومتواضع عليها. عندي هنا مسألة أو مسألتان، مسألة الأولى وهذه أريدك أن تنتبه لها أنها دقيقة جدا وهي التي عنيتها، مر معنا أنهم يقولون أنه ملحق بخيار العيب للصفة المفقودة، فقد الصفة لها ثلاثة أحوال، انتبه لهذه الأحوال الثلاثة، ذكرت ثنتين سأرجع عليهم الآن ثم سأذكر الثالثة هي التي فيها الفرق. الحالة الأولى عندما يشتري شخص سلعة وله فيها صفة مقصودة عادة ثم يتبين أن هذه الصفة غير موجودة، فهذا يثبت به خيار البيع، وسيأتينا إن شاء الله في باب الخيار بعد درسين تقريبا أو أكثر لا أدري. الحالة الثانية أن يشترط المشتري صفة في المعقول في المبيع، ففي الحالتين الأولى والثانية يثبت فيه الخيار له بين الفسخ وبين الأرش أو الإمضاء على الصفة الحالية، هذا واضح. الصورة الثالثة انظر لها، إذا باع سلعة معينة بصفة لم تكن التعيين بالرؤية وإنما عينها بالصفة، فقال بعتك السلعة الفلانية التي من وصفها كذا وكذا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الصفة ليست موجودة في المبيع، فإنه قد تقدم معنا وسأذكر النص بعد قليل أنه لا يصح أخذ الأرش وإنما فيه الفسخ فقط أو الرضا بالحال كما هو، بل يقول ليس له أن يأخذ بدلا. وتقدمت معنا هذه المسألة في صفحة 167 من الطبعة التي بين أيدينا عندما قال المصنف فينفسخ العقد عليه برده على البائع، فليس له حينئذ خيار وإنما ينفسخ، فينفسخ بسبب فقد الصفة. يبقى عندنا هنا مسألة، ما الفرق؟ لماذا فرقنا بين الصفة المقصودة وبين الصفة المشروطة فجعلنا له الخيار في مقابل الصفة التي تم تعيين المعقود عليه بها بأن باع معينا بصفة فلم نثبت له الخيار وإنما قلنا له الفسخ أو الإمضاء فقط؟ أجاب عن ذلك الشيخ عثمان بن قايد النجدي، وهو الحقيقة قلت لكم دائما ميزات عثمان أمران، الأمر الأول عنايته بالتقاسيم، والثاني عنايته ببيان الفرق بعكس شيخه الشيخ محمد الخلوتي يورد الفرق وأحيانا لا يجيب عنه فيقول فليحرر يبحث عنه أو نحو ذلك. يقول الشيخ عثمان، يقول الفرق أن الصفة إذا ذكرت للتمييز مثل الباب السابق الذي ذكرناه ذكرت للتمييز فيميز المعين من غيره، قال لم تقابل بثمن فهي جعلت للتمييز، قال فلا أرش فيها، بينما إذا نص على اشتراطها في مسألتنا هنا فإنها مقصودة في نفسها لا للتمييز فله الأرش عند فقدها. إذن هذا هو الفرق في المسألة فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي من دقيق. وأنا دائما أكرر الكلمة للإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى أن من تعلم علما فليدقق فيه، فدائما الشخص يدقق إن استطاعها الحمد لله، أو قد يكون غيره يمكنه أن يعني يمكنه ذلك. بقي عندي مسألتان، المسألة الأولى نحن قلنا هنا أن الخيار هنا خيار عيب في قول المصنف فله الفسخ أو أرش فقد الصفة، نتكلم عن الجملة التي نشرحها أنها ألحقت بخيار العيب.
صرح بذلك جماعة، وقال بعض أصحاب الإمام أحمد أن الخيار هنا ليس خيار عيب، وإنما خيار تدليس، وحينئذ ففي خيار التدليس ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء وليس له أرش، ولكن المشهور أنه يثبت له خيار العيب للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل كالصفة المقصودة في المعقود عليه. المسألة الأخيرة هذه الحقيقة اجتهاد مني، وأظنها يعني هي مقصودهم، أنه لما عبر المصنف بقوله أو أرش فقط الصفة، الذي يظهر أنه ليس في كل مشروط لمصلحة العقد، لأنه لو أخذ أرش فقد الصفة في بعض الشروط لأدى إلى محظور شرعي كالربا، فمن اشترط صفة في الثمن كالتأجيل ثم أخذ عوضا مقابلا له قد يكون في شبهة الربا. فلذلك يعني هذه المسألة يعني تحتاج إلى تأمل، ولعله يقال في الجملة إلا إذا كان هناك ما يمنع من أخذ الأرش. فضلش. فإن تعذر رد تعين أرش. نعم، قوله فإن تعذر رد، أي فإن تعذر رد المشتري للمبيع لأنه اختار الطرف الآخر الفسخ. زين، قال فإن تعذر الرد، التعذر قد يكون لأسباب متعددة، إما أن يكون قد تلف بآفة أو استهلك أو نحو ذلك. قال رد، أي رد المبيع كما ذكرت لكم، تعين أرش وليس فيه فسخ، لأن العين قد تعذرت لكونها قد تلفت مثلا أو استهلكت أو نحو ذلك. وإن شرط أن الطير يوقظه للصلاة، أو أن الدابة تحلب كل يوم كذا، أو الكبش مناطحا، أو الديك مناقرا، أو اشترط الغنى أو الزنا في الرقيق، لم يصح الشرط. نعم، هذه شروط قد يظن أنها من مصلحة العقد فتصح، لكن بين المصنف أنها لا تصح، والفقهاء في تعليلهم لهذه الشروط بينوا أن لها مناطين، لأجل ذلك لم تصح الشروط. المناط الأول، إما أن تكون هذه الشروط محرمة في ذاتها، أو أنه لا يمكن الوفاء بها، هكذا ذكر الشراح. ننظر لكلام المصنف، قال وإن شرط أن الطير يوقظه للصلاة، مر معنا أنه إن شرط أنه يكون صيتا فإنه يصح، وصرحوا أيضا في غير هذا الكتاب أنه إن شرط أن يكون يعني يصيح في الليل أو في النهار يصح ذلك، لأن هذا ممكن. وأما إن اشترط أن يوقظه للصلاة فيقولون الشرط غير صحيح، لأن هذا لا يمكن الوفاء به، فليس يعني بقدرة الشخص أن يميز الطير هل يفعل ذلك أم لا. قال أو أن الدابة تحلب كل يوم كذا، يعني يخرج منها من اللبن بمقدار كذا، فهذا غير منضبط، لأن الدابة تختلف لبنها باعتبار ما تأكله، باعتبار تعب جسدها، باعتبار تغيير مكان مراحها أين تنام. البقر إذا تغير مكانها لم تنم في المكان الذي اعتادت عليه فإنها يعني يقل لبنها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا خاص في البقر جعل المصرة لها 3 أيام، سنشرح إن شاء الله باب الخيار. قال أو الكبش مناطحة، بأن يكون ينطح، وغالب الناس يريدونها لأجل مسابقات المناطحة بينه، وهذه موجودة عند بعض الحضارات والبلدان، وغالبا ليست يعني عربية، يجعلون يعني مسابقة في مناطحة ومناقرة الديكة، وهذه الأمور تدور بين العلتين، إما أنها لا يمكن الوفاء بها أو لأنها ممنوعة، فشرطه هنا لأجل عدم وجود الغرض الصحيح، وإنما الغرض غير الصحيح، فإن فيها إداء للحيوان، ومثله الديك مناقرا لأجل أن يتناقر مع غيره ويفوز في هذا الأمر الممنوع شرعا. قال أو اشترط الغناء، الغناء يعني يحسن الغناء، يعني الغناء قيده كما سبق معنا الغناء المحرم، قيده الخلوتي قبل درسين بالغناء المحرم في موضع آخر، فيكون هذا مثله. أو الزنا في الرقيق، بأن يكون بغيا، بأن تكون المرأة تقبل الزنا وهذا لا يجوز، أو الرجل يقبل الزنا فيجعله يزني بغير لكي ينجب رقيقا يملكهم، وهذه مسائل كانت موجودة والآن بحمد الله عز وجل لم يبقى منها شيء. قوله لم يصح الشرط، معنى قوله لم يصح الشرط أي أن الشرط لا يصح لكن العقد يكون صحيحا، لأنه سكت عن العقد فدل على أن العقد يكون صحيحا، والشرط وحده هو الذي لا يصح. وظاهر عبارة المصنف أن الشرط يلغو وأن الشارط ليس له شيء، وذكر مرعي اتجاها فقال ويتجه أن له الفسخ إن فاته غرض، يتجه لمن فاته غرضه الفسخ، هذه عبارة مرعي، فيكون إن كان له غرض معين فإن له أن يفسخ، وهذا مبني على قضية أن الشروط الفاسدة إذا حكم بفسادها هل يثبت به الفسخ، سنتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم بتوسع، لكن هذا مثالها
وسيأتي إن شاء الله في محله بتوسع إن شاء الله. تفضل. وإن شرط العبد كافرا أو الأمة ثيبا كافرة أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له، كما لو شرطها سبطة فبانت جعدة، أو جاهلة فبانت عالمة، وإن شرطها حاملا. طيب نقف هنا الباقي أمثلة. هذه المسألة التي قرأها القارئ قبل قليل هي مسألة إذا شرط شرطا فيه صفة في المبيع سواء ثمنا أو مثمنا، ثم بان ذلك الشرط أدنى من الحقيقة وأن الحقيقة أعلى منها، فما الحكم؟ من باب تحرير محل الخلاف نقول أن من شرط صفة فإن وجدت صفة أعلى غير هذه الصفة، أعلى من جهة أخرى، فإنه في هذه الحالة لا أثر لعلو الصفة الأخرى التي ليست في المحل الذي اشترطه، وإنما الخلاف إذا كانت الصفة الأعلى هي في نفس الشرط الذي اشترطه، فاشترط شيئا فبان أعلى. مثال ذلك قال اشترط في العبد أن يكون كافرا فبان مسلما، والإسلام يجعل العبد أغلى ثمنا من الكافر. قال أو اشترط الأمة ثيبا كافرة أو أحدهما، أي اشترط أن الأمة ثيبا فبانت بكرة، أو اشترط أنها كافرة فبانت مسلمة، أو اشترط بأنها ثيب كافرة فبانت بكرا مسلمة، ففي هذه الحالة نقول بان أعلى، فحينئذ ذكر المصنف أنه لا فسخ له والشرط يلغو حينئذ لأن الصفة صارت أعلى. قال المصنف فبانت أعلى، طبعا فبانت يعود للجميع، فبان وبانت، ولكن أنث هنا باعتبارها باعتبار ذكر الأخير باعتبار المجاورة. قال فبانت أعلى بأن بانت مسلمة بكرا ونحو ذلك. قال المصنف فلا فسخ له، إذن يلغو الشرط لأنه بان أعلى في نفس الصفة لا من غيرها، فلا فسخ له، وهذا هو معتمد المذهب. وهناك قول قوي في المذهب عند المتأخرين أن له الفسخ، وهذا القول مبني على أنه قد يكون له غرض صحيح من هذه الشروط، ولذلك يقول صاحب الإنصاف ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا، ثم قال قلت وهو قوي ونصره الموفق في المغني، هذا كلام صاحب الإنصاف. والحقيقة أن كلام صاحب الإنصاف قد يكون وجيه، وخاصة بالقيد الذي أورده أن له فيه قصدا، فحينئذ المتوافق مع قواعد المذهب قد يكون كلام صاحب الإنصاف أوفق. ثم قال الشيخ كما لو شرطها، أي شرط الأمة سبطة فبانت جعدة، هي تنطق بسكون الباء وتنطق بكسر الباء، سبطة وسبطة، وكسر الباء هي لغة أهل الحجاز، والمرأة السبطة أو السبطة هي المسترسل شعرها وليس جعدا، يعني يكون مسترسل، يعني ما أدري ما يعبر عنه المسترسل، يعني ما أدري وش قلت، مفروض مثلا، مفروض نعم، يعني مفروض أو يعني كذا يعني، والجعدة هي التي يكون مجعد. فيقول لو شرطها سبطة فبانت جعدة فالجعادة أدنى لأن السبطة أعلى، فحينئذ يصح فيثبت له الخيار. طيب قال أو جاهلة فبانت عالمة، لو اشترط أنها تكون جاهلة فبانت عالمة، قال المصنف صح الشرط لأن العلم وإن كان فيه يعني ميزة إلا أنها قد تكون الجهالة فيها ميزة أخرى، فلا تطلع على ما يكتبه من أوراق، قد يكتب الشخص أوراق فيها أموال وفيها حقوق فلا يريدها، أو يكون مثلا رسولا له فلا يقرأ الأسرار التي يكتبها فيشترط أن يكون جاهلا، قال صح. قال وإن شرطها حاملا أيضا صح، قوله وإن شرطها حاملا هنا الضمير يحتمل احتمالين، احتمال أن يعود للآدمية ويحتمل أن يعود لغير الآدمية وهو الحيوانات. لماذا قلنا هذين الاحتمالين؟ لأن المصنف قال إن شرطها حاملا ولو أمة، إن شرطها حاملا يحتمل أن تكون أمة ويحتمل أن لا تكون أمة وهو البهائم، فيشتري بهيمة حاملا أو يشتري أمة حاملا، وهذا متصور حينما كان يتملك الرقيق. عندي هنا مسألتان، المسألة الأولى تعبير المصنف بقوله ولو أمة، هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أن اشتراط الحمل في الأمة المباعة صحيح، ثم نقل خلافا عن القاضي أبي يعلى أنه قال قياس المذهبي أنه لا يصح، قال وجزم به ابن عبدوس وصححه الأزجي وذكر غيره. إذن الخلاف هنا إشارة لخلاف القاضي وابن عبدوس وغيرهم.
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة هل يصح أن يشتري دابة بهيمة يعني كالشاة مثلا ويشترط أن تكون حاملا أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا الجواز، وهذا قول قوي في المذهب، فقد ذكر في الإنصاف أن المسألة فيها قولان، وأن صاحب الرعاية الكبرى قال أشهر الوجهين البطلان وعدم الصحة، قال وقيل يصح كما هو ظاهر كلام المصنف، قال ويصح وهو الذي قدمه في المغني والشرح، ولم يذكر في الإنصاف أي القولين أصح فسكت، مع أنه قدم في الإنصاف عدم الصحة خلاف ما ذكره المصنف، لكن المصنف يبدو أنه أخذها من تصحيح الفروع للمرداوي، فإن صاحب التصحيح وهو المرداوي وهو صاحب الإنصاف قال أن القول بصحة اشتراط الدابة أن تكون حاملا هو الصحيح والصواب، عبر بالصحيح والصواب في نحو سطر واحد. والحقيقة أن هذا إذا قرنته بما سبق أنه لا يجوز أن يعقد على الدابة وحملها معا، قد يوجد نوع إشكال، فكيف تقول إنه لا يصح العقد على الدابة وحملها معا وتقدمت معنا هذه المسألة، ويصح العقد على الدابة بشرط أن تكون حاملة؟ وهذا يقوي الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وما لها الشيخ تقي الدين وغيرهم أنه يصح، فإنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. وأنا أقول دائما كثير من اختيارات الشيخ وخاصة في البيوع قياس المذهب وقاعدته متفق مع الأصل مع المذهب، وإنما الخلاف في تنزيل بعض الصور، وهذا قد يكون وجيها أو مؤيدا لما سبق. تفضل شيخ. قال وإن شرطها حاملا ولو أمة صح، لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له. نعم، قوله لكن إن ظهرت الأمة حائلا، حائل يعني أنها ليست بحامل، الحائل عكس الحامل. قال لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له، ما يكون له أي شيء، قال لأن الحمل في الأمة يعد عيبا، ولذلك خص الحكم بالإماء ولم يذكر باقي الحيوانات، فيعد عيبا في الإماء أن تكون حاملا، لأن الولد قد يكون حرا إذا كان متسرا، فحينئذ يعني يكون فيها إشكالات كثيرة جدا. هذا ما يتعلق بالأمر. هناك مسألة مفهوم هذه الجملة، المصنف ذكر إن ظهرت الأمة حائلا ولم يذكر إذا ظهرت البهيمة حائلا، والحقيقة لم أجد يعني ولا شك أن قصور بحث في حكمهم إذا اشترط أن تكون البهيمة حاملا فبانت حائلا، وظاهر كلامهم حيث صححوه، ونقلت لكم عن صاحب تصحيح الفروع أنه قال الصواب والصحيح صحته، أن الشرط صحيح وإذا ظهرت حائلا فإن له الفسخ، فيكون له الفسخ لأن الشرط أو الأرش لفقد الصفة، وهذا أيضا يشكل كذلك على ما تقدم ذكره في قضية العقد عليهما أو على أحدهما، وذلك الأقرب هناك أنه يجوز شراء الشاة الدافع ويزاد في ثمنها ولو عقد عليهما معا، فمن المقصود المجموع. نعم. وإن شرط أنها لا تحمل أو تضع الولد في وقت بعينه لم يصح، أي لم يصح هذا الشرط، ولكن العقد يكون صحيحا، وذلك عبر صاحب الإنصاف بقوله ففاسد، أي أن الشرط فاسد، والسبب في ذلك مثل ما تقدم لأن هذا الشرط لا يمكن الوفاء به، لا يمكن للشخص أن يفي به، فإنه في علم الله عز وجل كونها تحمل أو لا تحمل أو أنها تضع الولد أو لا تضعه. وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط. نعم، قال وإن شرطها حائلا، اشترط أنها ليست بحامل ثم بانت أنها حامل، قال فله الفسخ في الأمة فقط، لأن الأمة إذا حملت يكون ذلك عيبا فيها، فإنه يكون له الفسخ لهذه الحال. وقول المصنف فقط وقوله فقط يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن له الفسخ وليس له الأرش، وهذا احتمال هو ظاهر كلامهم، فإنهم ذكروا الفسخ ولم يذكروا الأرش وهو صحيح. والاحتمال الثاني أن يكون فقط يعود للأمة، وحينئذ نقول إن البهيمة إذا اشترطها حائلا فبانت حاملا فليس له الفسخ، وهذا المفهوم نص عليه صاحب الإنصاف وقال هو الصحيح من المذهب، فلو اشترى شاة ليست بحامل بيذبحها الآن، فلما ذبحها إذا ببطنها جنين فنقول هذا لا يكون عيبا، لأنه عيب في الآدميات لا في غيرها، وهذا يؤيد المعنى الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم. طيب، قوله زاد في الرعاية، الرعاية لابن حمدان، والحاوي لأبي طالب البصري، والحقيقة أن صاحب الحاوي
وخاصة الكبير ينقل بالنص من الرعاية ويزيد وينقص شيئا يسيرا. ولذلك صاحب الحاوي كثيرا ما يتبع صاحب الرعاية، وقد طبع جزء من الحاوي الكبير وجزء كبير جدا من الحاوي الصغير لأبي طالب يسمى ابن عبد الياني البصري الكفيف. وذلك دائما صاحب الحاوي يتابع صاحب الرعاية، دائما يتبعه، وهذا مهم جدا أن يعرف الشخص ما الكتاب الذي يتبع غيره، فيرتاح كثير من أشياء يعرف إذا خالفه فمعنى أنه خالفه من باب التنبيه وأنه قد بان له خطأه. قال إن لم يضر باللحم، يعني أن الحمل ليس بعيب في البهائم من الإبل والبقر والغنم ونحوها، إن لم يضر ذلك الحمل بلحم البهيمة المباعة، فإن كان يضر فإنه حينئذ له الفسخ. وأنا لا أدري هل هو يضر لا، لكن يعني من عرف بعض الناس عندنا أن البهيمة إذا كانت حاملا فلا أدري هل هو استقذارا لا يأكل بعض الناس لحمها، أعرف يعني بعض المناطق لا يأكل لحمها، هل هو استقذار أم أنه يضر باللحم، فيذكرون هذا الشيء ولا أدري يعني دقة ذلك. بالنسبة لقول صاحب الرعاية، ذكر منصور أن صاحب المنتهى جزم به في باب الصداق، والحقيقة أن قول صاحب الرعاية والحاوي وجيه جدا، لأن الإضرار باللحم هذا عيب. ولو أخبره بائع بصفة فصدقه بلا شرط فلا خيار له، ذكره أبو الخطاب. نعم، قوله ولو أخبره بائع، لو أخبر البائع المشتري بصفة أي بصفة في المبيع فصدقه أي فقال المشتري صدقت إن هذه الصفة موجودة، قال بلا شرط أي بلا شرط من المشتري للصفة، هنا حذف قبل جواب الشرط، ثم بان أن تلك الصفة ليست موجودة في المعقود عليه، هذا لابد أن يقدر، وهذا التقدير واضح من السياق وإن لم يذكره المصنف، أي أن هذه الصفة التي أخبر البائع المشتري بها فصدقه عليها بان أنها غير موجودة، قال المصنف فلا خيار له أي فلا خيار للمشتري، هذا هو المذهب جزم به المنتهى والغاية وغيرهم، والسبب أن المشتري لم ينص على شرطها، والأمر الثاني أنها ليست في الغالب صفة مقصودة، أما لو كانت صفة مقصودة فإن تصديقه لها له ثم بيان عدم وجودها يكون عيبا، أما صفة معينة قال إنها نوع معين من الصفات التي قد تكون موجودة وغيرها فلا أثر له في الفسخ. قوله ذكره أبو الخطاب ربما في الانتصار أو في غيره لا أدري، وذكر بمفلح بعد نقله لكلام أبو الخطاب أنه يتوجه العكس أي يكون له الخيار. نعم. الثالث شرط بائع نفعا معلوما في المبيع. نعم، هذا هو الشرط الثالث والأخير من الشروط الصحيحة، وهو الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، وفي نفس الوقت لا تنافي مقتضاه، إذن ثلاثة قيود، وهذه القيود الثلاثة لما ذكرتها هكذا أوردها بالنص صاحب المستوعب أنها لا تكون من مقتضى العقد ولا تنافي المقتضى وليست من المصلحة، وإنما هي أحد نوعين. النوع الأول سنقرأه بعد قليل، وهو أن يشترط البائع نفعا، وسيأتي دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فقوله إلا أن تعلم استثناء بعد نفي أو نهي، فدل على أن الاستثناء بعد النفي إثبات وبعد النهي إباحة، فدل على أن شرط هذا النفع مباح بنص الحديث الذي عند الترمذي. والنوع الثاني سيريده المصنف بعد ذلك في لو كان الشرط، يعني سيأتينا بعد في كلام المصنف بعده بقليل. طيب نأتي بالأول وهو كلام المصنف، وهو قوله شرط بائع نفعا معلوما. قول المصنف شرط بائع، لو تلاحظ هنا أن المصنف قال شرط بائع ولم يقل له، فاشتراط المنفعة حينئذ تارة يكون للبائع نفسه وتارة يكون الشرط لغيره كطرف أجنبي ثالث، فيشترط هذا النفع المعلوم لطرف ثالث، كأن يقول أشترط سكن هذا البيت لأخي لابني لجاري لفقير وهكذا. يقول الشيخ تقي الدين إن مقتضى كلام أصحاب الإمام أحمد جوازه، أي جواز أن يكون الاشتراط لغير البائع، قال لاحتجاجهم بحديث أم سلمة أنها أعتقت سفينة رضي الله عنه وشارطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش. دقة الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إن الأصل الذي بنوا عليه الباب هو حديث أم سلمة وقصتها، وحديث أم سلمة صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفينة اشترطت عليه نفعا لغيرها وهو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا من باب التخريج على الأصول، إذ فرق بين التخريج على الأصول ومن الأصول. من الأصول هي القواعد، الأصول هي الأدلة، فهذا من باب التخريج على الأصول، ولا يخرج إلا على دليل استدل به أحمد أو احتج به أو صح على شرطه، حديث إذا صح فهو مذهبي كما قال الشافعي وغيره من الأئمة. وهذا الفهم الذي نسبه الشيخ لمقتضى كلام أصحاب الإمام أحمد جزم به جماعة متأخرين، منهم الشيخ عثمان ومحمد الخلوتي، وقبلهما شيخ شيخه منصور، فمنصور وتلميذه وتلميذ تلميذه جزموا بأنه يصح أن يشترطها البائع لنفسه وأن يشترطها لغيره. هذا المسألة، لكن هناك فرق طبعا، وسنذكر الفرق بعد قليل. الفرق ما هو؟ أنه إذا اشترطها لنفسه فإنه يجوز له أن يؤجرها لغيره أو يعيرها لغيره، وأما إن اشترط المنفعة لطرف ثالث فقيل، أنا عبرت بقوله فقيل لأن سيأتينا الخلاف، أنه الطرف الثالث ليس له أن ينتفع بها إلا بنفسه، وليس له أن يؤجر تلك العين أو أن يعيرها، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. إذن هذا المسألة الأولى في تعبير المصنف شرط بائع، قلنا إذن هذا إطلاق سواء له أو لغيره، وعرفنا من أين أتينا بهذا الكلام. المسألة الثانية، قول المصنف شرط بائع نفعا، نفعا معلوما في المبيع، إذن لا بد أن يكون الاشتراط لنفع، وهذه هي الثنية، لكن من شرطه أن يكون معلوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، فلا بد أن تكون معلومة، فإذا علمت صحت اشتراطها. وقوله في المبيع أي من منفعة المبيع، لأن الاستثناء يجب أن يكون من الجنس، فهو استثناء منفعة من منفعة المبيع. كيف ذلك؟ رجل باع لآخر بيتا وقال أشترط أن أسكن البيت، هذه منفعة المبيع، فالسكنة هي المنفعة، فاشترط سكنها مدة معينة كشهر، وسيأتي أمثلة أوردها المصنف بعد قليل. إذن عرفنا صورة هذه المسألة، هذا الشرط صحيح وهو من مفردات المذهب، خلافا لجمهور العلماء فإنهم لا يصححون شرط نفع معلوم من منفعة المبيع. وهذا الشرط الذي اشترطه عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى أنه ليس كل شرط يجوز، فإن من الشروط ما نهى الشارع عنه، فتكون حينئذ مخالفة لمقتضى العقد المتفق عليه. مثال ذلك، لو أن رجلا باع لآخر أمة، وسيأتي في كلام مصنف لكن سأذكره هنا إجمالا، أمة واشترط عليه وطأها شهرا أو أسبوعا أو يوما، نقول لا يصح هذا الشرط باطل، لأن من مقتضى العقد عدم إباحة الأمة إلا لمالكها، فحينئذ نقول هذا الشرط باطل والعقد صحيح. وكذلك دواعيه، أي دواعي التي لا تستباح إلا بالعقد أو الملك. إذن هذه المسألة، أن ما يشترط، أن ما يشترطه البائع من نفع في المبيع نوعان، نوع لا يجوز ولا يصح كالوطء ودواعي، ونوع يصح وهو ما عداه من منافع العين المباحة. الأمر الثاني، أن هذه المدة التي استثناها البائع إذا كانت العين تحتاج إلى نفقة، مثل أن يبيع ناقة ويشترط بقاءها عنده شهرا لينتفع بحلابها أو لينتفع بركوبها، فالنفقة في هذه المدة لمن؟ أي مدة الاستثناء تكون على من؟ نقول إن المعتمد أنها تكون على البائع، لأنه مالك المنفعة وهو المستحق لها، والقاعدة أن النفقة إنما تجب على من ينتفع بالعين وإن كان المالك غيره، نبه على ذلك منصور في حاشيته. من أمثلة ما ذكر الشيخ للشرط وهو شرط البائع نفعا معلوما، قال كسكن الدار شهرا، هناك سكن الدار هذا استثناء منفعة، شهرا هذا معلومة، وتعبيره بقوله شهرا هذا تقدير للمدة، ولكنه سكت عن تقدير معلوم آخر يجب تحديده، وهو ابتداء الشهر متى، متى يكون الشهر، السنة هذه أم السنة القادمة. تعرف بعض الأشهر تختلف عن الأشهر الثانية في التقييم، على سبيل المثال في مكة في موسم العمر الحج، طبعا كان موسم العمرة الآن كل السنة عمرة، في موسم الحج يرتفع الأجار أكثر بكثير، ولكن نقول لا بد أن يحدد ابتداءها، فإن سكت عن تحديد ابتدائها يكون الابتداء من حين التعاقد. قال وحملان البعير إلى موضع معلوم، تعبيره وحملان البعير إلى موضع معلوم، أورد هذا المثال بعينه لأن النص ورد به، فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيره واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فقوله حملان البعير نفس الحديث، موضع معلوم هو المدينة الذي ورد في حديث جابر في الصحيح. وقوله إلى موضع معلوم أي إلى موضع يعلمه الطرفان،
لأنه قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا. وأما إذا كان مجهولا سنتكلم عنه بعد قليل. فيصح كحبسه على ثمنه لا وطئ الأمة ودواعيه. نعم، قوله كحبسه على ثمنه فيصح، أي فيصح هذا الشرط ويكون لازما. وقوله كحبسه على ثمنه، الكاف هنا كاف تشبيه، كاف تشبيه لا تمثيل، كاف تشبيه لا تمثيل. معنى كونه تشبيه لأنها هي ليست مثال لما سبق، وإنما تشبهها بأن يكون المرء باعه عينا واشترط عليه أني لن أقبضك هذه العين حتى تسلمني الثمن، فهذا الشرط صحيح، فهذا يأخذ حكمه وفي معناه. ثم قال الشيخ لا وطئ الأمة ودواعيه، فهذا نوع من المنفعة التي لا يجوز استثناؤها ولا اشتراطها، لأن الوطأ ودواعيه كاللمس والنظر والقبلة ونحو ذلك لا يستباح إلا بنكاح أو بملك وليس موجودين. وله إجارة ما استثناه وإعارته لمن يقوم مقامه لا لمن هو أكثر منه ضررا. نعم، قال وله أي للبائع، وانتبه هنا الضمير للبائع وسأرجع إليه بعد قليل. المراد بالبائع أي البائع الذي استثنى منفعة معلومة في المبيع، فقال على أن أسكن البيت شهرا. قال فله إجارة ما استثناه، فيقوم بتأجير العين لغيره، وإعارته وهذا من باب الإباحة لمن يقوم مقامه في نفس المنفعة لا من هو أكثر منه ضررا. وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة تفصيل هذه المسألة. عندنا هنا عدد من المسائل. طبعا من هو الذي أكثر منه ضررا؟ هو المستأجر أو المستعير، قد ينتفع بالعين بما هو أكثر ضررا، بما يؤذي العين، إما الدابة أو السيارة أو الدار أو نحو ذلك. عندنا هنا مسألتان. مسألة الأولى ما أشرت إليه قبل، أن الضمير في قوله وله هو عائد للبائع الذي استثنى نفعا من العين المباحة مدة معلومة، وهذا واضح. وأما إذا كان البائع قد استثناها لثالث، فهل للثالث إجارة تلك العين وإعارتها أم لا؟ قدم الخلوة أنه يجوز له ذلك، وهو ظاهر ما جزم به الخلوة، أن من شرطت له النفع المعلوم له أن يستوفي هذه المنفعة لغيره طرف رابع بإجارة أو بإعارة. ثم إن الخلوة ذكر احتمالا، وهو أن المستثنى لأجله إذا كان غير البائع فيأخذ حكم المستعير، فحينئذ لا يملك إلا الانتفاع فقط وليس له الإجارة، له أن ينتفع كالمستعير وليس له أن يؤجر تلك العين. وهذا الاحتمال الذي ذكره الخلوة جزم به تلميذه عثمان بن قعيد في حاشيته على المنتهى، ولكن الأظهر ولا شك أن يعني استظهار نسبي أن ما قدمه الخلوة أقوى، لأن يده ليست كيد المستعير وإنما كيد المالك، لأنه شرطه له. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فدل على أنها صحيحة وملك المنفعة فيها صحيح، سواء كانت مستثناة للبائع أو لطرف ثالث. أيضا هناك مسألة أخرى معلش ذكرتها الآن، وهو أن البائع، فقط أشير لها إشارة المستثنين في باب الإجارة، أن البائع إذا استثنى منفعة ووافق المشتري، ثم إن المشتري اشترط عليه أن يستوفيها بنفسه وأن لا يؤجر تلك العين ويقوم بتأجيرها لغيره، فهل الشرط هذا صحيح أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة أن هذا الشرط ليس بلازم، بمعنى أنه ليس بصحيح، ويجوز للبائع الذي استثنى منفعة مدة معلومة أن يقوم بتأجير العين ولو اشترط عليه المشتري أن لا يقوم بتأجيرها. هذا من باب نقل المسألة المذكورة في باب الإجارة إلى هنا. تفضل. وإن تلفت العين قبل استيفاء بائع له بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله، لا إن تلف بغير ذلك. نعم، يقول الشيخ فإن تلفت العين، المراد بالعين هي العين المباعة التي استثنى البائع نفعا معلوما منها، فتلفت قبل استيفاء البائع له أي للنفع المعلوم الذي اشترطه. مثال ذلك أن الشخص اشترى دابة واشترط أن يركبها شهرا، ولكن صاحب الدابة بعدما اشتراها ذبحها، وإذا قال بفعل المشتري أو بتفريطه أعطاها شخصا مفرطا، فإنه في هذه الحالة يكون قد فرط. قال فإن تلفت العين كالدابة مثلا أو السيارة بفعل المشتري أو تفريطه لزمه أي لزم المشتري أجرة مثله، أي أجرة مثل المنفعة المستثناة التي لم يستوفها البائع،
فلو أن إيجار الدابة مدة شهر أو السيارة مدة شهر مثل هذه الدابة والسيارة أجرتها شهر بمقدار كذا فيرد الأجرة، ومثلها أيضا يقال في البيت ونحو ذلك. هذا الذي مشى عليه المذهب. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى أن المذهب أجرة المثل، وهناك وجه قوي في الحقيقة ذكره القاضي، وهو أن ما يلزم المشتري ليس أجرة المثل وإنما ما يشبه الأرش. فيقول القاضي أبو يعلى: وعندي أن يقال كم يساوي المبيع مطلقا، فيقال مثلا 100، وكم يساوي مستثنى منه المنفعة فيقال 90، فيكون الفرق 10 فينسب إلى رأس المال. وكلام القاضي أوجه من حيث أنه بمثابة النسبة للثمن، ولكن عيبه أنه قد يكون حيلة للتصرف بالعين. إذا كانت العين ارتفعت سعرها مثل إيجار، قد يكون هناك ارتفاع وتضخم كبير جدا، فيكون الاستفادة من العين مدة 5 سنوات، استثنى مدة 5 سنوات سكنة، فقال لو بعتها الآن لربحت، وإيجارها أصبح مرتفعا، فيقول أبيعها وأنظر إلى النسبة. ولذلك يعني قد يكون له وجه من جهة، وقد يكون لهذا المذهب وجه. وعلى العموم فالتقدير بأجرة المثل أو بالنسبة كما قال القاضي إنما هو تقدير اجتهادي، ولذلك كثير من تقدير الأروش وتقدير الضمانات اجتهادية. وسيأتينا إن شاء الله باب الضمان الحديث عن تقدير حوادث السيارات، وأن كلام الفقهاء بالنسبة، والآن كثير من السيارات وخاصة السيارات التي لم يمضي عليها موديلات كثيرة، النظام عندنا 10 سنوات، تقدر بقيمة الإصلاح، وقد تكون أكثر من قيمة الأرش وقد تكون أقل من قيمة الأرش. وسيأتينا أن مبدأ التقدير جزء كبير منه يرجع إلى العرف، وفيه يعني تساهل في كثير من الأمور لاختلاف الآراء في المسألة. نعم تفضل. أو شرط مشتري نفع بائع في مبيع. نعم أحسنت. هذا قلنا السابق الأول شرط البائع نفعا معلوما، هذا هو الثاني أن يشترط المشتري نفع بائع في مبيع. الأولى النفع المعلوم من ذات المبيع، والصورة الثانية أن يكون النفع من فعل البائع، من فعل البائع، فيزيد البائع فعلا. وذلك قال أو شرط مشتري نفع بائع بجهد من البائع في مبيع. هنا مسألة المصنف هنا أطلق، بينما في شرط بائع نفعا معلوما قيده بكونه معلوما، وهنا لم يذكر العلم. وليس عدم ذكره يدل على عدم اشتراطه، بل يشترط أن يكون نفع البائع معلوما، كذلك يجب أن يكون معلوما، ولكن هذا الاشتراط مأخوذ من سياق كلام المصنف الذي سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله. أتى بعدد من الأمثلة. تفضل. قال كحمل الحطب أو تكسيره. نعم كحمل الحطب، اشترى حطبا من آخر فقال احمله، قال أو تكسيره. هنا قلب قوله أو يدلنا على أنهما شرطان، فالحمل شرط والتكسير شرط منفصل عنه. فلو قال أشترط عليك حمل الحطب وأشترط عليك تكسيره فهما شرطان وليس شرطا واحدا، وسيأتينا بيان الفائدة بالتعبير بأو. لما أورد الفقهاء هذا المثال؟ لأن الحديث الذي احتج به أحمد في جواز مثل هذا النوع وهو اشتراط المشتري لنفع البائع في المبيع، فيه أن أحمد احتج بفعل محمد بن مسلم رضي الله عنه أنه اشترى حطبا واشترط تكسيره على البائع، فذلك يريدون النص كما هو مثل ما ذكروا حملان البعير. أو خياطة ثوب أو تفصيله. نعم قول المصنف أو خياطة ثوب أو تفصيله يدل على أنهم أمران، فالخياطة شيء والتفصيل شيء آخر، فهما شرطان مفترقان. حينئذ لا بد من بيان نوع الخياطة ولا بد من بيان نوع التفصيل. الفرق بين الخياطة والتفصيل، الخياطة معروفة وهو غرس الخيط، ويعني الخياطة باستعمال الخيط. وأما التفصيل فالذي يظهر من سياق كلامهم هنا وسياق كلام كثير من الفقهاء وغير الفقهاء من الأدب أن المراد بالتفصيل هو قصه لأجل أن يفصل على هيئة الثوب. أو حصاد زرع أو جز رطبة ونحوه. نعم أو حصاد زرع، الزرع الذي يحصد كالحب، أو جز رطبة كالورقيات تجز رطبة رطبة، ونحوه كجني الثمار وغير ذلك، وهي عشرات الأمثلة. صح إن كان معلوما. نعم هذا هو الذي أخذناه، يصح اشتراط هذه المنفعة إن كانت معلومة. فهنا أخر المصنف هذا الشرط، أخر المصنف هذا الشرط. عندي هنا فائدة في التعليل، والتعليل مهم جدا، التعليل جدا مهم. لما تكلموا عن خياطة الثوب قالوا، وهذا الشرط أورده جماعة من المتوسطين والمتأخرين، ومن المتأخرين منصور وغيره، عللوا جواز شراء الثوب واشتراط خياطته
أو اشتراط تفصيله على البائع أن هذا العقد جمع بيعا وإجارة، فيكون حينئذ قد جمع بين إجارة وبيع فيجوز. وهذا التعليل الذي أوردوه الحقيقة أنا عندي فيه إشكال، وسأتكلم عن هذا الإشكال في الدرس القادم إن شاء الله. سيأتينا في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل أن من الشروط الفاسدة أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة. فهنا قالوا إنه يصح أن يشترط الخياطة، وهناك قالوا لا يصح الإجارة. وإذاك سنتكلم عن هذه المسألة وكيف أن تحقيق المناط وقول شيخ الإسلام تقي الدين عليه رحمة الله في المسألة وجيه، وأنه يجري على المسائل الفروعية نص عليها أحمد وعلى أصوله في محلها إن شاء الله. فقط أردت من باب نربط المسألة التي سنتكلم عنها الدرس القادم. نعم، قوله إذا كانت معلومة أي المنفعة، قال ولزم البائع فعله أي فعل هذا النفع الذي اشترطه. نعم، فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح. نعم، فلو اشترط الحمل إلى منزله ولم يعين هذا المنزل ولم يكن البائع يعرفه قال لم يصح، أي لم يصح هذا الشرط. وتعبيره بأنه لا يصح الضمير يعود للشرط فقط، صرح به ابن النجار في شرح المنتهى. وذلك يذكر منصور أن ظاهر كلامهم هنا أنه إذا كان النفع مجهولا فيكون الشرط فاسدا غير مفسد، ويثبت له الخيار في الشروط الفاسدة غير المفسدة التي سيأتي الحديث عنها. وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا. نعم، هذه المسألة يعني يسميها المعاصرون بالحقوق العينية، وذلك أن العين تعلق بها حقوق شخصية وحقوق عينية، الملك حق شخصي والحق العيني متعلق بذات العين. وقد حدث نزاع بين اثنين من المعاصرين، مشهور هذا النزاع جدا، طبعا كلاهم مات في القرن، أحدهم في القرن الماضي وآخر في القرن الحالي عليهما رحمة الله، في هل يوجد في الفقه شيء اسمه الحق العيني أم لا. ومن أشهر أمثلة المعاصرين في الحق العيني الرهن، فيجوزون انتقال العين ملك العين المرهونة مع بقاء حق الرهن فيها، وإن كان هذا غير موجود في الفقه لكن المعاصرين في الأنظمة تمشي على هذا الأمر. الحق العيني له أمثلة، من هذا المثال الذي لم يقف عليه هذان الفاضلان اللذان تناقشا في هذه المسألة عليهما رحمة الله. من صور الحق العيني هذه الصورة، من الحقوق العينية الثنية. قال الشيخ وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا، فيبقى فيها حق عيني للبائع الأول يستوفيه حينئذ إذا جاء وقت العلم به، إذا كان محددا بزمان أو بمدة أو بقدر معين ولو اختلف المالك. نعم، تفضل. إن كان عالما بذلك فلا خيار له، كمن اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة، وإلا فله الخيار. قوله وإن كان عالما بذلك فلا خيار له، المشتري الذي اشترى عينا فيها منفعة مستثناة، اشترى بيتا فبعد الشراء تبين أن هذا البيت مستثنى سكناه مدة 10 سنوات للبائع الأول، نقول له حالتان: إن كان عالما بذلك أي عالما بهذا الثنية التي استثناها البائع الأول فلا خيار له لأنه دخل على علم، وأما إذا كان غير عالم بذلك بأن كان جاهلا فإن له الخيار. ولذلك قال وإلا فله الخيار في آخر الجملة، قال وإلا فله الخيار أي وإلا بأن كان جاهلا غير عالم. وقول المصنف كمن اشترى آمة مزوجة أو دارا مؤجرة يصح بالتسهيل وهو الأفصح من أن تقول مؤجرة. هنا كمن هذا أيضا قد تقول تعليلية وقد تقول إنها تشبيهية، قد تكون تعليلية وقد تكون تشبيهية. فإن من اشترى آمة مزوجة إذا كان عالما ليس له الفسخ، وإذا كان جاهلا له الخيار فسخ، وكذلك الدار إذا كانت مؤجرة. ويصح وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين لم يصح البيع إلا أن يكون من مقتضاه أو من مصلحته. نعم، هذه المسألة قد تكون يعني مسألة من رؤوس المسائل عند الفقهاء. ورد في حديث عند الترمذي وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع، نهى عن شرطين في بيع، لا يحل بمعنى أنه نهى عن شرطين في بيع. هذا الحديث فهم فهوما متعددة، فأبدأ أولا بفهم أصحاب الإمام أحمد الذي ذكره المصنف، ثم ننتقل بعد ذلك لفهم آخر. فهم أصحاب الإمام أحمد أن كل شرطين سواء كان فاسدين أو كان صحيحين فإنه يفسد ذلك العقد،
إلا إذا كان الشرطان كلاهما من مقتضى العقد أو من مصلحته. وبناء على ذلك فنقول إن عندنا صور. الصورة الأولى أن يكون الشرطان كلاهما من النوع الثالث من الشروط الصحيحة، وهو الشرط الذي يشترطه البائع باستثناء نفع معلوم من المبيع، أو الشرط الذي يشترطه المشتري بنفع البائع في المبيع. فإذا كان الشرطان كلاهما من النوع الثالث فإن ذلك يكون مبطلا للعقد. الحالة الثانية أن يكون أحد الشرطين من النوع الثالث والشرط الثاني من النوع الأول أو الثاني، فإنه في هذه الحالة يبطل كذلك. الصورة الثالثة أن يكون الشرطان من النوع الأول أو من النوع الثاني، ففي هذه الحالة يصح العقد، لأنه قال إلا أن يكون من مقتضاه وهو النوع الأول أو من مصلحته وهو النوع الثاني. الصورة الرابعة أن يكون الشرطان مندرجة في مقتضى العقد أو مصلحته لكنهما فاسدين، ففي هذه الحالة يفسد العقد كذلك. قال منصور وهو ظاهر كلام المصنف. لماذا قال المصنف؟ قال ولو جمع بين شرطين لم يصح، فالأصل عدم الصحة، إلا أن يكون كلاهما من مقتضى العقد أو من مصلحته. فإن كان أحدهما ليس مقتضى ولا مصلحة وإنما من النوع الثالث أو فاسدا أو كلاهما فاسد فلا يصح. إذن انتبه لهذه المسألة فإنها دقيقة جدا، وأنا قلت المذهب لأني سأذكر بعد ذلك رأيا ثانيا في المسألة. إذن هذا الأمر الأول معنا في قضية الشرطين. المسألة الثانية أن المصنف حينما قال وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين، عبر المصنف في قوله ولو صحيحين إشارة لخلاف سأذكره بعدما ننتهي لأهميته. قال لم يصح البيع فيبطل الشرطان ويبطل البيع معا، وحكمهم بعدم بالبطلان قالوا لأجل الحديث لا يحل شرطان في بيع والنهي يقتضي الفساد فيبطل البيع حينئذ. قال إلا أن يكونا أي الشرطان المشترطان من مقتضى العقد، أي كلاهما من مقتضى أو كلاهما من مصلحته. عندي هنا عدد من المسائل فيما يتعلق بالمستثنى، الشروط أو الشرطان فأكثر تصح إذا كان كلا الشرطين من مقتضى العقد. مثال ذلك بائع باع سلعة على آخر واشترط شرطين، اشترط أن يقبض الثمن وأن يكون الثمن حالا، فهما شرطان لأن قال الحلول أو التقابض، فهما شرطان من مقتضى العقد فنقول يصح. أو اشترط شرطين من مصلحته، إذن الشروط التي تصح الشروط إذا تعددت تصح إذا كان كلاهما من مقتضى، ذكرنا المثال. الحالة الثانية أن يكون كلاهما من مصلحته، قال المصنف إلا أن يكون من مقتضاه أو من مصلحته. مثاله أن يشتري منه عينا ويشترط عليه رهنا معينا وضمينا معينا فحينئذ يصح. أما لو كان ثوبا واشترط خياطته وتفصيله معا فهما شرطان ليس من مقتضى العقد ولا مصلحته فيبطل العقد على المذهب. طيب عندي هنا أيضا مما يتعلق في هذا، لو كان الشرطان أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته فيقولون يصح كذلك. إذن الذي يصح أن يكون الشرطان كلاهما من مقتضى أو كلاهما من مصلحته، أو أحدهما من مقتضى والآخر من مصلحته فيصح. طيب عندي مسألتان ثم ننتقل للخلاف في المسألة. المسألة الأولى أن تعبيرهم بالشرطين لا مفهوم له، بل الشرطان أو أكثر من باب أولى، فلو اشترط ثلاثة أو أربعة حيث قلنا بجوازه فيجوز وحيث قلنا بإبطاله العقد فيبطل. الأمر الثاني ذكر محمد الخلوتي أن الشرطين وانتبه معي يكونان مبطلين للعقد فيما إذا كان الشرطان كلاهما من أحد العاقدين. قال الخلوتي هذا ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت. وبناء على ذلك فلو كان هناك اثنان متعاقدان فشرط كل واحد منهما شرطا من النوع الثالث فلا نقول إنه بيع وشرطين، إنه بيع وشرطان فلا يكون داخلا في النهي عن العقد المنهي عنه. هذا كلام الخلوتي. ثم قال وقد توقف شيخنا يعني بشيخه منصور في هذه المسألة أو في صحة ذلك، لكن جزم أن قول الأصحاب أن يكون الشرطان من أحد العاقدين ولا يكون أحد الشرطين من عاقد وشرط الثاني من الثاني. هذه المسألة ذكرناها أو شرحت لكم مذهب على سبيل التفصيل بإيجاز قدر المستطاع، وأرجو أن يكون موضحا للمذهب بتفاصيله وفيها دقة. المسألة الثانية هي المهمة في الحقيقة لحاجة الناس،
وهو تعبير المصنف ولو صحيحين. تعبير المصنف بقوله ولو صحيحين هذا إشارة لخلاف قوي، وهو خلاف الشيخ تقي الدين بن تيمية. فإن الشيخ تقي الدين يقول يجوز شرط وشرطان وثلاثة ومئة وأكثر من ذلك، طبعا لم يقل هذا الرقم لكن أنا أقوله بمفهوم كلام الشيخ. والتعبير بالمئة يوجد الآن عقود عندنا معروضة أمام المحاكم فيها أكثر من 100 شرط، فيه عقود فيها شروط كثيرة جدا. قال وأما الحديث لا يحل شرطان في بيع فمحمول على بيع العينة، بعتك لأشتري منك بالسعر الفلاني فاشترط الشراء وبسعر معين فيكون هو بيع العينة، فيكون أحد صور بيع الربا المنهي عنه، فحينئذ يحرم. وقول الشيخ تقي الدين ذكر الشيخ حمد بن معمر من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليهم على الجميع رحمة الله أن هذا القول وهو جواز أكثر من شرط عليه الفتوى والعمل، ومشايخنا منذ مئات السنين، قلت لك من أكثر 200 سنة عاد الشيخ حمد بن معمر على الفتوى بأنه يجوز أكثر من شرط، فالفتوى على عدم العمل بالمذهب في هذه المسألة. وقد ذكر اللقاني أن ضابط المذهب هو الذي عليه عمل الناس أو فقهاء المذهب والذي يفتون به، فيفتى عند مشايخنا من أكثر 200 سنة بالرأي الثاني واختيار الشيخ تقي الدين فيكون مذهب موافقا لذلك، فقط من باب الإشارة لهذه المسألة. وأطلت في الخلاف لأن حاجة الناس لمعرفة القول الثاني وهو الذي عليه الفتوى كما قال الشيخ حمد بن معمر. نعم. ويصح تعليق فسخ بشرط ويأتي تعليق خلع بشرط. نعم، هذه المسألة من المسائل الحقيقة المهمة كثيرة التداول، وهو تعليق الفسخ بشرط. أنا سأذكرها باختصار لأن سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم حيث عقد لها فصلا أو أول فصل، لكني سأشرح كلام المصنف. قوله ويصح تعليق فسخ، تعبير المصنف بقوله فسخ يدل على أن هذا التعليق لكل العقود سواء كان بيعا أو غير بيع، فالبيع يصح تعليق فسخه بشرط، الإجارة كذلك، الملك للمملوك يجوز تعليق فسخه وهو العتق فيجوز تعليق العتق بشرط، النكاح إذا كان يعني حل رباطه بالطلاق فيجوز أن يعلق الطلاق بشرط، فيقول الرجل لزوجه أنت طالق إن فعلت كذا فإنه تطلق بذلك. هذا معنى قوله ويصح تعليق فسخ أي لجميع العقود إلا ما استثني سيأتي بعد قليل بشرط. ما المستثنى؟ قال ويأتي تعليق خلع بشرط، المستثنى هو الخلع فقط، فإن الخلع لما كان فيه عوض تبذله الزوجة فإنه لا يكون فسخا مطلقا وإنما يكون فيه معاوضة، والفقهاء يسمون الخلع والنكاح عقود المعاوضات غير المحضة، فلما كان كذلك فإن البيع كما لا يصح تعليقه فكذلك عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح والخلع، ولكن استثني هنا لشبهه بالطلاق، لشبهه بالطلاق. ولذلك يقولون إن الشخص إذا قال لزوجه أنت طالق إن أعطيتني كذا فيقع الطلاق به، وأما قال أنت مختلعة إن أعطيتني كذا فلا يقع الخلع. سيأتينا في باب الخلع إن شاء الله أن العوض إذا صدر من الزوجة في مقابل لفظ الخلع فيقع خلعا، وحينئذ لا يحسب من التطليقات الثلاث، وأما إذا كان بلفظ الطلاق وقع طلاقا بائنا ولا رجعة فيه لأجل العوض. سيأتي تفصيل هذه المسألة، فقط أنا أردت أن أبين مسألة إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن أعطيتني كذا هذا لا نسمي خلع وإنما نقول طلاق بائن لأجل العوض. من أمثلة تعليق البيع أن يقول الشخص لآخر بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن إلى الغد، فإن جاء الغد أو بعد غد ولم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا فينفسخ. وعندنا هنا مسألة شبيهة بها من باب التشبيه وسنرجع لها إن شاء الله فيما بعد. هناك فرق بين أن يقول إن لم تنقدني الثمن في اليوم الفلاني فلا بيع بيننا أو العقد منفسخ، وبين أن يقول بعتك على أن تنقدني الثمن في اليوم الفلاني. فبالصيغة الأولى هذا تعليق للفسخ بشرط، فحينئذ إذا لم يفي بالشرط انفسخ تلقائيا، وأما الصيغة الثانية فهو شرط ويترتب عليه أن له الخيار، أي المشتري له الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. هذا الفرق بينهما، نبه لهذا الفرق مجموعة، نبه به يعني منصور، نبه عليه مرعي وغيرهم، وأيضا ظاهر كلام المنتهى. طبعا عبارة مرعي يقول تنفسخ إن لم يفعل وإلا فلي الفسخ فله الفسخ، هذا معنى كلامه
لكن كلام مرعي شوي يعني صعبها، اختصرتها فيما أو وضحتها فيما سبق. يعني عبارة مرعي في التفريق بين حالتين، يقول ينفسخ إذا علق، إن لم يفعل وإلا فلي الفسخ، أي وإن لم يكن قد علق الفسخ على شرط وقال فلي الفسخ فله الفسخ، فيكون جوازيا ولا يكون تلقائيا. نعم. وإن أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو يعوضه عنها لم يلزمه قبوله. نعم، يقول المصنف وإن أراد المشتري، أي أراد المشتري الذي اشترى سلعة استثنى البائع منها منفعة، أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة. مثلا يقول استثنيت سكن الدار شهرا، سأعطيك ما يقوم مقامها في المنفعة، أي مثلها، فسأعطيك سكن شهر في بيت آخر، عندي بيت آخر أريدك أن تسكن فيه، أو دابة أخرى تركبها، وهكذا، فيقوم مقام المنفعة المستثنى. عبارة المصنف تحتاج توضيح، قوله ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أي يقوم مقام المنفعة المستثناة بالشرط، هذا مراده. قال أو يعوضه عنها، هنا يعوضه عنها أي بالقيمة، يقول وقيمة المنفعة كم بناء على التقييم الذي سبقت، تقييم القاضي أو الأجرة المثل التي سبقت في كلام المصنف، فيقول قيمتها كذا سأعطيك إياها نقدا. قال المصنف لم يلزمه قبوله، لا يلزمه القبول، وإنما له أن يرضى فيكون بيعا، لأن المنافع مقومة بمال، فلا بد أن تكون برضا إلا أن تكون تجارة عن تراض، وأما الإلزام بها فلا. نعم. وإن تراضي على ذلك جاز. نعم، وإن تراضي جاز، لأنه يكون في معنى البيع. وإن قام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك. نعم، هذا متعلق بالصورة الثانية من النوع الثالث. إذا الصورة الثانية ما سبق، أن يشتري المشتري، أن يشترط المشتري نفع بائع في المبيع كالخياطة والحمل ونحوه. إذا أقام البائع مقامه من يعمل ذلك العمل، أقام شخصا آخر يقوم بحمل الحطب أو بتكسيره أو بخياطته أو بتفصيله أو بالحصاد أو بالجز للرطبة وغيره، قال المصنف فله ذلك، فله ذلك، لأنه لا يلزمه أن يقوم بالعمل بنفسه. قال الشيخ لأنه بمنزلة الأجير المشترك وليس الأجير الخاص، وهذه من الفروقات بين الأجير الخاص والمشترك. الأجير الخاص مقصود هو أن يعمل، وأما في هذه الحالة ملحق بالأجير المشترك. الأجير المشترك هو الذي يبحثه بعض الفقهاء باسم الصانع، فيقول تضمين الصناع، حيث عبروا بالصناع فيقصدون بهم الأجراء أجرة مشتركة. تجد بعض الكتب ألفت خاصة عند المالكية أكثر من كتاب طبع في تضمين الصناع أو الصانع، هم يقصدون بالصانع الأجير المشترك، نفس الحكم. فالأجير المشترك يختلف عن الأجير الخاص، ونتكلم عن أحكامه إن شاء الله في محله. فالأجير المشترك يجوز له أن يعمل بنفسه، ويجوز له أن يعني يوكل أو ينيب أو يقيم من يقوم عنه في مقام في ذلك العمل، وأجرة ذلك النائب تكون على الأجير المشترك. نعم. وإن أراد بذل العوض عن ذلك، أي أراد البائع أن يبذل العوض عن ذلك العمل الذي اشترطه عليه المشتري، لم يلزم المشتري قبوله، لم يلزم المشتري أن يقبل ذلك العوض، لكن لو أراد أن يقيم مقامه شخصا آخر ليس للمشتري أن يمتنع، لأن العبرة بالعمل لا بالشخص، لأنه أجير مشترك. وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه، أي أراد المشتري بإرادة منفردة منه أن يأخذ عوضا عن ذاك العمل الذي اشترطه على البائع، قال لا تحمله لي، أعطني 5 ريالات وأنا سأحمله مثلا، لم يلزم البائع بذله، لا يلزم البائع بذله، وإنما له الخيار في ذلك بين أن يبذله وبين أن يقوم بالعمل بنفسه أو بغيره. وإن تراضي على ذلك جاز، وإن تراضي على أن يأخذ المشتري عوضا من البائع في مقابل ما اشترطه عليه جوز، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. عذر مثل أن تتلف أن يعني لا يستطيع العامل أن يعمل بنفسه، أو تلفت العين المباعة فلا يمكن حملها كالحطب أو الثوب ونحو ذلك، أو لغير عذر، فما تراضي عليه جاز. فقط هنا مسألة نبي. يعني هذه الجملة التي أطال بها المصنف وهي سطران يمكن أن تختصر في أقل من ذلك، يقول إن بذل البائع لم يلزم المشتري، وإن أراد المشتري لم يلزم البائع، فكان المؤلف أن يختصرها، والمختصرات ومنها هذا الكتاب وإن كان 4 مجلدات فيسمى مختصرا، الأولى فيه اختصار الكلم، لكن المصنف لما نقلها من المغني بالنص أوردها كما هي ولم يختصرها. نعم.
وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله أو استحق أو بموت البائع رجع المشتري بعوض ذلك. طيب، يقول المصنف وإن تعذر العمل بتلف المبيع، هناك سبق إذا كان بدأ يتكلم هنا عن قضية العذر، نحن قلنا قبل قليل إن تراضي على ذلك جاز لعذر أو لغير عذر، نحن نتكلم عن العذر الذي يجعل عمل البائع في المبيع صعبا أو 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 أو, أو متعذرا. قال وإن تعذر العمل المشترط على البائع بتلف المبيع قبله، الحالة الأولى أن يتلف المبيع قبل العمل فيه، أو استحق نفع البائع، وذلك بأن قام البائع بتأجير نفسه إجارة خاصة، والأجير الخاص ليس له أن يعمل عند غير من استأجره. قال أو بموت البائع، فحينئذ لا يمكن أن يقوم بنفسه بالعمل. قال المصنف رجع المشتري بعوض ذلك، أي بضول ذلك العمل الذي اشترطه على البائع. وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه كالإجارة. نعم، قال وإن تعذر، أي تعذر عمل البائع الذي اشترط عليه بسبب مرض، قال أقيم مقامه من يعمله كالإجارة، هذا هو التعليل. قال والأجرة عليه، أي والأجرة على البائع. تعبيره كالإجارة المراد أي كالإجارة الخاصة، كإجارة الأجير الخاص. فمن استأجر أجيرا خاصا ثم مات ذاك الأجير الخاص أقيم من يقوم مقامه في العمل، أو مرض ذلك الأجير الخاص أقيم من يقوم مقامه في العمل، والأجرة تكون عليه كذلك. نكون بحمد الله اليوم أنهينا الدرس المطلوب. درسنا القادم بمشيئة الله عز وجل يكون في الشروط الفاسدة. قد أكون أطلت في الشروط اليوم عليكم الصحيحة لحاجة يعني تدقيق في هذا الباب، قد يكون الفتوى كما ذكرت لكم عن أهل العلم على خلاف، لكن معرفة التدقيق مهم في تفصيل هذه المسائل. قبل أن أختم بالدعاء أريد أن نبه، الأسبوع القادم سيكون إجازة، وأغلب الزملاء طلب أن يعني نوقف الدرس لأجل سفرهم لمن أراد أن يذهب لمكة أو المدينة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا في نياتنا وأعمالنا وذرياتنا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.